حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. دشن مركز قطر للعمل التطوعي أمس هويته الجديدة وفق رؤية جديدة مفادها أن يكون التطوع أسلوب حياة يعكس أهم الملامح أو ملامح الشخصية القطرية بما فيها من قيم وهوية متميزة، والتي جاءت وفق استراتيجية المركز الجديدة والمتماشية مع رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة. صباح. نعم يا خالد، حول هذه الهوية الجديدة للمركز مشاهدينا الكرام وأهميتها معنا في استديو ترحيب سيد محمد النجار أمين السر العام لمركز قطر للعمل التطوعي. في البداية محمد نرحب فيك في برنامج ترحيب ونهنيكم على تدشينكم لهذه الهوية الجديدة لمركز قطر للعمل التطوعي. يا مرحبا فيكم ونشكركم على هذه الاستضافة ومشكرين على تواجدكم الدائم ودعمكم الدائم لنا في مركز قطر العمل مركز قطر التطوعي. الله يبارك فيك محمد. ودنا أول شيء في البداية تكلمنا عن يعني الهوية الجديدة اللي دشنتوها لهذا المركز. احنا طبعا الهوية الجديدة نفس ما انتم بديتوا فيها في التقرير ان كانت الفكرة مبنية على ان لازم تكون هويتنا متماشية مع استراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة. نعم. منها استخلصنا احنا ايش اللي التوجه اللي احنا بيكون بالنسبة لنا ان شاء الله. نعم. خلال انطلاقتنا الجديدة، برامجنا الجديدة، أهدافنا الجديدة، هويتنا احنا أيضا كان فيها عامل آخر اللي هو عامل أن لازم يكون العمل التطوعي مرتبط بثقافتنا بجذورنا العربية والإسلامية، فاخترنا نموذج يكون نموذج اللي هي نوع من أنواع الحروف العربية أو الشكل العربي. صحيح. وحطيناه في صيغة العمل الدائم الديمومي. صحيح. اللي هو بيكون بشكل متواصل. نعم. بحيث أن العمل التطوعي ما ينتهي، ما له فترة معينة تنتهي اليوم وينتهي بكرة، مستمر. فإحنا اخترنا أن هذه الأجزاء البسيطة هذه هي تمثل قيمنا إحنا كمركز. صحيح. قطر العمل التطوعي. نعم. أو مركز قطر التطوعي. وايضا هذه القيم لما هي تتكاتف هي تكاتف المجتمع كله. صحيح. يعني كل ما كان العمل متكامل كل ما كان في قالب متكامل ومنسق ومرتب كان يطلع بصوره اجمل وافضل واقوى ومؤثر. نعم. بشكل. نعم. اكبر. صحيح. نعم. صحيح. يمكن محمد هناك العديد من الامور اللي تميز يعني مركز قطر للعمل التطوعي بحلته الجديده اللي يمكن شاهدنا يعني مشاركة الشباب، العديد من الشباب رجعوا يمكن للعمل التطوعي وشاهدنا مشاركتهم، وهذا المطلوب من العمل التطوعي. الفعاليات الكبرى اللي تنظم المفروض ما تنظم إلا من قبل شبابنا القطري اللي في النهاية هم أهل البلد، هم الشباب اللي راح يقودون نهضة. صحيح. بلادنا. صحيح. قطر. إحنا الحمد لله يعني هاي من الشيء اللي أثلج صدورنا، يعني الحمد لله رب العالمين. التميز اللي أمس كان موجود اللي هو نخبة شباب. نعم. شبابنا متطوعين كانوا موجودين ويانا في الحفل. يمكن أنا كان يتصلوا فيني بعض الجهات كانوا يسألوني من الفي اي بي اللي بيحضر، قلت لهم احنا ما عندنا في اي بي، احنا الشباب اللي بيحضرون متطوعين هم كلهم في اي بي. فهذول فعلا اللي يمثلون قطر، يمثلون شباب قطر، يمثلون روح شباب قطر. صحيح. وهم قد ان شاء الله قد وكفوا انهم يديرون العمل التطوعي ويقدرون عليه ويبرزونه في افضل صوره. صحيح. نعم. صحيح. محمد يعني انا اتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح. محمد يعني يمكن العمل التطوعي يعكس الروح وسمو الانسانيه، فاحنا لما نشوف ان الواحد يقدم العطاء بلا أخذ بلا مقابل، فهذا أغلى شيء الإنسان ممكن يقدمه لأبناء وطنه أو شيء من رد الجميل. اليوم سؤالي يعني ما هي الأهداف المترتبة على المركز؟ شنو الشيء اللي أنتم تبون توصلونه للناس؟ إحنا نسمع عن العمل التطوعي في كل زمان ومكان، ولكن شنو هو الشيء اللي على وجه الخصوص للمركز؟ إحنا اخترنا رؤية جديدة صراحة. رؤيتنا أن يكون العمل التطوعي هو. نعم. أسلوب حياة. نعم. هو شيء طبيعي أن يكون الشخص القطري أو أي شخص ثاني. نعم. مقيم على هذه الأرض أن يكون مارس العمل التطوعي. صحيح. فما منحصر في مكان معين أو في جهة معين أو في شخص معين. نعم. العكس، أن لما يكون نشوف شاب قطري يقول أنا ما تطوعت، أنت ما تطوعت شلون يعني غريبة. نعم. لا بالعكس، أننا نبغي إحنا ننشر هذه الثقافة. إحنا عندنا هذه رؤيتنا. أيضا عندنا الآن يعني مركزين على من أهدافنا الاستراتيجية نشر الوعي التطوعي، المفاهيم الأساسية للعمل التطوعي. ثقافة العمل التطوعي حسناها شوي يعني مختلفة. مش يعني فإحنا. نعم. نبغي أن نوحد هذه المفاهيم تكون. نعم. رؤيتنا واضحة. صحيح. في المستقبل. يمكن محمد جاءت يعني تدشين
هوية مركز العمل التطوعي التابع لوزارة الشباب والرياضة الجديد وفق استراتيجية المركز الجديدة، لو تحدثنا عن هذه الاستراتيجية وأبرز ملامح هذه الاستراتيجية اللي يمكن بديتوا فيها منذ انطلاقة وتدشين هذا المركز. احنا طبعا ركزنا على جانبين، الجانب الأول اللي هو موضوع لما احنا نشوف نوفر متطوعين حق الجهات المطلوبه، نحاول نبرز نعرف المتطوع لما يقوم باي دور في اي جهه تطلبه، نحرص انه المتطوع عارف حقوقه وواجباته، نحرص انه عارف المهام اللي بيؤديها وعنده الرغبه وعنده هذه الرغبه اللي صحيح. هي يبغي انه يروح يعني ويتطوع. البند الثاني والشق الثاني ركزنا عليه موضوع المبادرات الشبابيه. فاحنا الان شوي شوي الحمد لله قاعدين نتوسع في هذا المجال، عندنا الان موظف مختص في موضوع متابعة المبادرات الشبابية. احنا من السنة الآن صارت لنا تقريبا تقدمت لنا حول 120 فكرة. الآن عندنا قاعدين طبعا نعمل فلترة حق الأفكار هذه ونبتدي نتواصل مع الأشخاص أصحاب المبادرات ونطور أفكار المبادرات من لما تكون مشروع على أرض الواقع. صحيح. أيضا احنا نتميز يعني في المركز من خلال المركز ان احنا نعطي دعم بسيط أساسا تبتدي هذه المبادرة او تبتدي، لنا في النهاية لازم توزع على كل المبادرات. محمد، على طاري الدعم اللي ذكرت الحين للمبادرات تقريبا اكثر من 120 اللي جاتكم واللي بتجيكم ان شاء الله، اكيد مش مبادره الفكره عفوا. انا ودي اسالك شنو نوع الدعم اللي ممكن تقدمونه لاصحاب هذه الافكار او المبادرات القابله للتحقيق؟ هي تختصر في ثلاث اشياء رئيسيه. اول شيء نبني مع الفكره، نحط لها رؤيه ورساله واهداف. يعني شلون تسوي الفكره بالمختصر؟ سمارت اوبجكتيف. سمارت اوبجكتيفز. نحدد يعني احنا نبغي ما نبغي يعني يصير عمل تطوعي تاخر نسويه في النهايه شنو الناتج، شنو مدى التاثير اللي نبغيه، هذه لا نركز فيها. فنبتدي نبني معاه المشروع ماله. الشغله الثانيه ان احنا ممكن نوفر له مبلغ من خلال احنا كمركز، واذا كان المشروع اكبر من كذي ايضا نحرص ان احنا نتواصل مع الجهات الداعمه بحيث قد تكون راعيه لها. ايوه. الشغله الثالثه والرئيسيه احنا صفه رسميه موجوده، فاحنا نحفظ حقوقه ونحفظ امور القانونيه ان احنا اللي ندعمه واحنا اللي صح. واقفين وياه. قبل ان نختم معاك محمد، انتم عندكم الان مشاركات كثيره، مؤتمر الامم المتحده لمنع الجريمه والعداله الجنائيه مشاركين فيه، لو نتعرف على الفعاليات الأخرى اللي راح تشاركون فيها أيضا، وأيضا أهمية العمل التطوعي في رؤية قطر الوطنية 2030. طيب احنا عندنا برامج رئيسية إن شاء الله مركزين عليها، وكل برنامج مبني على هدف استراتيجي. احنا عندنا واحدة من أهدافنا الاستراتيجية ان احنا نركز على الأجيال الجديدة. فعندنا برنامج اسمه برنامج الكنز التطوعي. هذا ان شاء الله راح يطرح في نهاية شهر 4، وهو مخصص للأطفال بحيث ان نزرع فيه مفاهيم العمل التطوعي. البرنامج الثاني عندنا برنامج الفرص التطوعية. فكرته قائمة ان احنا نجهز مجموعة من الباقات، الباقات هذه أي متطوع جاي يرغب أنه يتطوع ممكن يختار من الباقات الموجودة وهو يبتدي يدخل فيها ويمشي فيها لين ما ينتهي، سواء كان هو عنده عدد ساعات ملتزم فيها من خلال المدرسة أو أنه من نفسه حاب أنه يدخل في مجال العمل التطوعي. عندنا برنامج أيضا قادم بالتعاون مع مجموعة من المدارس، نعمل لهم ورش تدريبية حول مفاهيم العمل التطوعي، بالتالي هم لما يروحوا مدارس ينشرون هذه المفاهيم. أيضا عندنا مشاريع إن شاء الله في رمضان بيكون عندنا برنامج الفريج التطوعي، وهذا أيضا إن شاء الله لما يجي وقته بنعرضه. برنامج الفريج ها؟ بإذن الله تعالى اسمه شكله مشوق إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله يعني أبو جاسم إحنا بنكون معك في تواصل أكثر، وخصوصا لما يتم إطلاق يعني برنامج الفريج مثل ما قلت أنت صباح. أو إحنا اليوم يعني نشكرك على حضورك معنا اليوم الأستاذ محمد النجار أمين السر العام لمركز قطر التطوعي، الله يوفقكم إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله، مشكرين على الاستضافة. بالتوفيق يا محمد، وهذه رسالة نوجهها لكل مشاهدين قناة الريان بالمشاركة مع مركز قطر التطوعي التابع لوزارة الشباب والرياضة. أي حد وده أنه يشارك في الأعمال التطوعية اللي موجودة بكثرة عندنا في دولتنا الحبيبة قطر بإمكانه التواصل مع الأخوة في المركز، وإن شاء الله ما راح يقصرون معه. مشاهدينا الكرام، فقرة كواليس لهذا الأسبوع عن المختبرات المركزية ودورها في فحص وتحليل كافة المواد الغذائية وغيرها الموجودة في قطر قبل استخدامها من المستهلك، وذلك لضمان صحته. تفاصيل هذه الفقرة وكواليسها نشوفها معاكم في هذا التقرير. للمختبرات
المختبرات المركزية التابعة للمجلس الأعلى للصحة والتي حققت مرتبة متقدمة على مستوى المختبرات العالمية مهمة لا غنى عنها في أي مجتمع متقدم، وهي إجراء فحوصات مختلفة على المواد الغذائية كافة قبل أن تصبح متاحة للمستهلك، وذلك لضمان صحة المنتجات الغذائية والحد ما أمكن من حالات التسمم والأمراض الناتجة عن الطعام الفاسد. المختبرات المركزية أول ما بدأت كانت عن طريق بعد حادثة حالة تسمم سنة 1967، فصارت حالة وفيات كثيرة، فبعدها ظهر مرسوم أميرين لازم يكون في مختبر مؤسس من قبل دولة قطر، فبدوا بالوحدتين اللي هي الكيمستري طبعا والميكروبولوجي، وبعدها طبعا بدأت تطور المختبرات المركزية الحالية. المختبرات المركزية تحتوي على 5 وحدات اللي هي قسم الميكروبيولوجي والكيمستري والبيولوجيا الجزيئية والإشعاع والمياه. المختبرات المركزية هو المختبر الوحيد بالدولة اللي يعني بالتحليل الغذاء والماء، فنستلم العينات من جميع منافذ الدولة اللي هي برية وبحرية وجوية، وطبعا البلديات تجيب لنا من الأسواق والسوبر ماركت والمطاعم، وفي عندنا الصحة البيئية تجيب من المدارس والمساجد، وطبعا غير الوزارات الحكومية والعينات الخاصة والفردية. يعني شهادة الاعتماد الدولي أخذناها من شركة الـLAB الأمريكية بيرو اللي هي Lab Accreditation Bureau، وهذه الشهادة هي اعتراف للمختبرات لصحة سلامة الإنسان، وهي مطلب متطلبات المختبرات الاعتراف فيها لتعطي قيم وجودة للعينات الغذائية اللي هي تطلع مننا احنا. فإحنا نمشي على معايير قطرية وفي خليجية وفي دولية. التاجر لما يبي ياخذ او يبي يحلل بعض العينات اللي يجيبها من برا، ففي عندنا سيستم معين، فيكتب كتاب بالطلب ويقدمه لاداره سلامه الغذاء والصحه البيئيه، وبعدين تحول عندنا للمختبرات واحنا نقوم بالتحليل واصدار شهاده. مما يحتويه المركز قسم الميكروبيولوجي المزود بأجهزة عالية الكفاءة والأداء لتحليل الأغذية مثل نظام تحليل البكتيريا ونظام تحديد الميكروبات الدقيقة. ويقوم هذا القسم بالتحديث المتواصل لقاعدة بيانات الحمض النووي لكل نوع من بكتيريا سببت أمراضاً وأوبئة في الدولة، وذلك للتعرف على الأسباب المباشرة والوصول إلى العلاج السريع لتلك الأمراض. هذا القسم مرخص من منظمة الصحة العالمية، وهو الوحيد من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن موظفي المختبرات المركزية يخضعون لسلسلة من التدريبات المكثفة المتواصلة، ينالون بعدها شهادات تدريب معتمدة دولياً والتي تعد متطلباً رئيساً لحصول المختبرات المركزية على الاعتماد الدولي. هذا وبعد الفاصل أعزائي المشاهدين راح نتابع وياكم مرحلة أخرى من تشطيبات البيت، وهي مرحلة السيراميك، وذلك خلال فقرة بيوتنا الأسبوعية.